السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم طريقة ديال التحضير ديال واحد السلطة اللي زوينة بزاف، لا في الشكل ديالها ولا في المذاق ديالها، اللي رائعة ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم بهذه الحشوة التاهية اللي لذيذة اللي اول مرة ان شاء الله هي اللي غادي نشاركها معكم. ان شاء الله اول مرة غتشوفوها، تنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. نخرجوا شويه من هذا الشيء ديال رمضان، من بغرير، من رغايف، من هذا الشيء، ونخرجوا للسلطات. المهم نخليكم مع المقادير. دابا بالنسبه لهذه السلطه غادي نحتاجوا المكون الرئيسي اللي فيها هو القوق. القوق غادي نحيدوا ليه هذه الورقات ديالو اللي لتحت، نفرقه على جوج، نحيدو ليه هاد الشعيرات اللي فيه هكا، نحاولو باش نخليو هاد الهبيرات اللي فيه، نحاولو بشويه هكا تنحيدوهم. نحاولوا معاهم هكا بشويه، نحيدوا هادو حتى هما ونخليوه بحال هكا باش نلقاو فين غادي نديروا فيه هذيك الحشوه. نقصوا هذه الا كانت هكا طويله بحال هكا، غادي نديروا في الماء. الماء اللي غادي نكون دايره فيه واحد المعلقه تقريبا ديال الخل، وغادي ندوز عاوتاني النصف الثاني ديال القوق. نحاولوا معاه كي قلت لكم هي بشويه هكا بشويه حتى نحيدوا هذا الشعر وهاد لي، حيدوا شويه من هنايا من هاد الوريقات، غير شويه من هاد القلب ديالو. صافي، هنا ساليت القوق كامل اللي عندي، غادي نديرو في الماء اللي مملح، دايره فيه واحد شويه ديال الملحه، غادي نخليه حتى يتسلق، ما نخليهش تيتحل، المهم غير يتسلق هذا القوق يولي المهم داخل ليه الطياب. حنا بغيناه نحافظوا ليه على هذا الشكل هكا ديالو. المهم بعد ما ان شاء الله يتسلق القوق غادي نتلاقاو باش نوجدوا السلطه ديالنا. صافي، هنايا تسلق القوق، هانتوما كي شفتو تنخليوه باش يكون محافظ على الشكل ديالو هكا، ما تيتسلقش بزاف حتى تيولي يتحل لينا. هنا عندي المايونيز، هادشي الحشوه، عندي هنا المايونيز، انا هاد المايونيز محضراه في المنزل، نتوما تقدروا تستعملوا المايونيز الجاهز هذا الا بغيتوا الرابط ديالو غتلقاوه في صندوق الوصف. عندي جوج بيضات، عندي هنا واحد العلبه ديال الطون، والزينة نحتاج الزيتون ونحتاج الفرماج. غادي نجيب شي اما ميكسور ولا مولينيكس ولا اي حاجة. غادي نقطع هذا البيض، هنا بالنسبة لهاد العلبة ديال الطون انا حيدت منها الزيت. المهم انا هنا درت جوج بيضات،
ودرت علبه ديال الطون. نتوما على حساب شحال عندكم هنايا ديال القوق، غادي نزيد المايونيز. صافي دابا غادي ندوز غادي نطحن هذا الشيء كامل. صافي هنا طحنت هذا الخليط ديالي هانتوما كي تشوفوا. غادي نجيب القوق ونصطفو في واحد اللاطا اللي غادي يدخل الفران. صافي غادي نبدا تنعمر نعمرهم بهاد الحشوه بحال هكا. صافي دابا بعد ما عمرتهم كاملين بهاديك الحشوه اللي قلت لكم، انا هذاك القياس كفاني. دابا غادي ندير عليهم الفرماج، فرماج احمر محكوك غير شويه زعما، ماشي بزاف. غادي نستمر حتى نعمرهم كاملين، ندير لهم هكا شويه ديال الفرماج، وغادي ندير عليهم واحد الزيتونه بحال هذا الشكل هكا، وندخلهم للفران اللي يكون مسخن مزيان من قبل، غير يذوب هذا الفرماج عليهم. بعد ما يذوب ان شاء الله هذا هو الشكل النهائي ديال هاد السلطه ديال القوق. بعد ما خرجتها من الفران كي قلت لكم تندخلها الى الفران شويه غير حتى تتصهد، تيكون الفران سخون، تندخلوها غير تصهد لينا داك الفرماج وتنخرجوها. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالها كي تشوفوا بهاد الحشوه، هاد الحشوه اللذيذه بزاف، وهذا الشكل المختلف للتقديم ديال القوق. علاش لا ما نزينوش بها المائده ديالنا ديال رمضان، وخصوصا هذه هي وقيته ديال القوق، علاش ما نستغلوش بهذه الطريقه هذه اللي تتجي كي قلت لكم راقيه ولذيذه بزاف. نتوما تقدموها على حسب الرغبه ديالكم. تنتمنى ان شاء الله هذه السلطه تنال الاعجاب ديالكم، والا عجبتكم ما تنساونيش من التعليقات ديالكم اللي تزيدوا يشجعوني. ولا عجبكم شي حاجة شي محتوى آخر نحطه في القناة ديالي، تنتمنى إن شاء الله تشاركوني به، وشكرا على التتبع ديالكم.